من أحاديث الفتن ما جاء في سنن أبي داود أن حذيفة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فما العصمة منه؟ فقال: السيف، يعني أن هذا الشر يدفع بالسيف. وفي رواية عند أبي داود: فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الشر من خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، جماعة على أقذاء وهدنة على دخن. فقلت: يا رسول الله، هل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، فتنة عمياء صماء. فقلت: يا رسول الله، ثم ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو أن الرجل نتج الفرس لم ينتج إلى يوم القيامة. ومعناها كما في الرواية الأخرى: لو نتج الفرس لم يركب إلى يوم القيامة. والسبب إما لقرب الساعة فلا يتمكن الإنسان من ركوب هذا الفرس الذي أنتج، وإما لشغل الناس بالفتن.